السلام عليكم، صباح الخير عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نصور واحد الفيديو يعني مغاير بزاف على المحتوى ديال البيت ديالي، ولكن تحت الطلب ديال بعض الاصدقاء اللي ما عرفوش كيفاش يخدم ليهم هاد القضيه هادي. انا غادي نوريها لكم ان شاء الله بالفيديو، تبعوا معايا حتى الاخير والمراحل كامله وان شاء الله غادي تنجح ليكم. دابا غادي نمشيو ندخلوا اليويو اللي هو اليوتيوب، وغادي ندخلوا للبيت ديالنا يعني القناه ديالنا من هنا. انتما كتشوفوا لا سوري من هنايا، هذه هي البلاصه اللي كدينا للقناه ديالنا. احنا دابا صافي في القناه ديالنا اللي على اليوتيوب، كنمشيو اليوتيوب ستوديو هذا، تنكليكيو هنا تتسناو يدينا للطابلو دبور اللي هو يوتيوب ستوديو. تنمشيو لهاد البلاصة هادي اللي فيها فيديو هنا، باش كيدينا الفيديوهات ديالنا لي فيديو. هانتوما كتشوفو لي فيديو ميز اون لين ولي ديفيزيون اون ديريكت، باش نعرفو بلي راه عندنا واحد الغيكلاماسيون أو عندنا شي فيديو اللي مشى للمراجعة يعني فيه حقوق الطبع ما مقبولش. راه كيبان لينا هنايا، هنا في هاد البلاصة هادي، هنا عندي ما كاين حتى شي حاجة، اوكين اوكين اوكين، حتى شي حاجة ما فيها الغيكلاماسيون. إلا بغينا نعزلو نزيدو نتأكدو، كنمشيو لهاد فيلتخي، كنمشيو لغيكلاماسيون بوغ أتانت أو دغوا دوتور. هذه هي اللي كتعطينا واش عندنا شي فيديو اللي فيه حقوق الطبع او لا. انا ما عندي حتى شي حاجه الحمد لله. دابا غادي نمشي لللايفات، اللايفات هنا حتى هي غادي ندير نفس القضيه. غادي نمشي للفيلتري ريكلاماسيون بور اتانت او دووا دوتور، حتى هي ما عندي فيها حتى شي ريكلاماسيون. علاش؟ لان كان عندي فيديو واحد اللي فيه ريكلاماسيون، انا غنوريكم الطريقه كيفاش درت ليه. نرجعو، كما كتشوفوا هادو هما الفيديوهات اللايفات اللي عندي في البيت ديالي في القناه. ما عندي حتى شي واحد ريكلاماسيون، كان عندي غير هذا انا دايره بريفي، ودابا راه ما بقاتش فيه الريكلاماسيون. كيفاش درت ليه؟ كتمشي لهاد ستوديو هذا، لهاد عفوا لهاد ستيلو هذا اللي هو كيعطيك الديتاي، كتكليكي تما في الفيديو اللي عندك فيه الريكلاماسيون. كنمشيو لهنا مونتاج، باش ندخلو نديرو المونتاج لهاد الفيديو هذا اللي عندنا فيه الريكلاماسيون. انا كما كتشوفوا عندي فيه شاشه سوداء، وكان عندي فيه الاصوات ديال وليدات الصغار، ديال ولدي الصغير، وكنت دايره فيه واحد الموسيقى. الا بغيتي تبدلي المحتوى ديال الاوديو، كنمشيو هنا لهاد الموسيقى هذه، العلامه ديال الموسيقى كديك اوديو. كنمشيو لهاد لا فلاش هذه، كدينا مباشره للموسيقى ديال اليويو ديال اليوتيوب، خاصة اللي ما فيهاش حقوق الطبع نهائيا. انتم كي كتشوفوا هذا هو الفيديو اللي عندي فيه صداع، انا غادي نوقفه. كتمشي كديري اجوتي او رومبلاسي لو كونتوني اوديو، هادي كنهبطوا لتحت، كنلقاو الموسيقى ديال اليوتيوب كاملة لهادي اللي ما فيهاش حقوق الطبع. كنديرو كنمشيو كنديرو اجوتي على فيديو ديال اي نوع ديال اي موسيقى بغينا، خصوصا خصنا نديروها على حساب المده اللي عندنا في الفيديو. كنشوفو اطول مده كاينه، بحال دابا هذه 5 دقائق، اجوتي على فيديو. انا ديجا راني دايراها في الفيديو ديالي، داكشي علاش ما بقاش عندي فيه حقوق الطبع. كنديرو اجوتي، كنمشيو لانجستري لي موديفيكاسيون، صافي تنخليوه هو اليوتيوب بوحدو تيبدا تبدل لنا المحتوى ديال الهضره الا كانت شي كلمات محظوره اولا كان صوت اطفال، يعني كيتبدل تماما ما تبقى فيه حتى شي حاجه. كنرجعوا للصوره، الا عندنا الصوره هي اللي فيها حقوق الطبع.
هنا حنا باقين في نفس الفيديو، حنا مشينا بدلنا يعني المحتوى ديال الاوديو. الا بغينا نحيدوا الصورة، الصورة هي اللي عندنا فيها حقوق طبع، كنمشيو لهاد فلوتي هادي، هادي يا اما من هنا يا اما من هنا. هذا كنديرو فلوتي، كنكليكو في هاد لافلاش هادي، صافي تدينا فلوتي لي فيزاج او لو فلوتاج بيرسوناليزي. كنمشيو لهاد بيرسوناج فلوتاج بيرسوناليزي، تنديرو موديفيي، صافي هو تي هو راه تي فلوتي بوحدو. تنديرو اوكي، صافي راه هو دابا غادي فلوتي لينا الفيديو كامل، صافي ما تبقاش عندنا فيه حقوق طبع. ملي تنكملو تنديرو انغوجيستري، هيا انغوجيستري هنا، صافي هو راه غادي فلوتي بوحدو. صافي تنخرجو، تنخليو هانتوما تشوفو، تنخليو اليوتيوب هو بوحدو اللي تيقادو. صافي دابا ما بقاش عندي حتى شي فيديو انا اللي فيه الريكلاماسيون، كلهم لا اللايفات ولا الفيديوهات كلهم دابا صافي. هذا غادي نحيد نوبن بريفي، غنديرو بيبليك، بيبليي، باش نرجعو يعني الفيو ما يبقاش بريفي، يعني ما يبقاش خاص عندي، نديرو بيبليك باش يكون يعني مرئي الحضور كامل. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفيديو ديال اليوم، يكون الشرح مزيان. ان شاء الله فيديوهات مقبله، الى عرفت شي حاجه معلومه جديده غنوريها لكم ان شاء الله. انتما كتشوفوا ما عندي حتى شي حاجه فيها الريكلاماسيون، كلهم مزيان. شكرا على التتبع ديالكم، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا اليوم الفيديو ديال اليوم، طريقه كيفاش اننا نصايبوا الفيديوهات في المونتاج اللي فيهم ريكلاماسيون باش يدخلوا النسبة ديالهم، وحتى الفيديوهات الا كان شي فيديو النشر ديالو زوين ما نضيعوش فيه حتى هو. شكرا على التتبع ديالكم، والملتقى ان شاء الله في فيديو مقبل.